استاذ جمال، يعني الاربع مباريات النادي الاهلي بيلعب بيراميدز، بيلعب المقصه، بيلعب المقاولين، بيلعب هم، هو في الاخر هي مباراه بثلاثه نقاط، مباراه صعبه، بتلعب فريق جيد، بتلعب فريق كويس، عنده مجموعه جيده من اللاعبين، ولكن تغيير الاداره الفنيه في نادي بيراميدز هل هيفرق ايجابيا ام سلبيا مع النادي الاهلي ومع نادي بيراميدز؟ طبعا هو طبعا في البدايه لازم نقول مدى اهميه، يعني هكلم حضرتك على موضوع التغيير، ايوه، بس مدى اهميه المباريات القادمه زي ما قال الاستاذ محمود انه هي قدر النادي الاهلي، انه هو يعني في ناس بتحسد النادي الاهلي على ان ماتشاته كلها مؤجله. انا شايف ان الموضوع ده من اصعب ما يكون. كان معايا امبارح كابتن رمضان السيد قال لي كده، قال لي ان انا هو وجهه نظره يعني، لا وده حقيقي، الاهلي هو اللي الضغط عليه، والضغط كمان انا بقول انه الضغط غير مبرر لسبب. اتفضل. النهارده اذا كان اتحاد الكوره بيسعى من ناحيه اخرى الى انه يضم لعيبه النادي الاهلي للمنتخب الاولمبي، برافو عليك. النادي الاهلي الاتحاد الكوره محتاج له اصلا، والاهلي في مهمه وطنيه او مهمه قوميه، سيبك من اللي بيقول والله هو اللي بيكسب البطولات وهو اللي بيعمل وهو اللي بيستفيد، ده كلام، لكن الحقيقه بتقول انه الاهلي عنده اربع مباريات في توقيت صعب جدا، ف برضه شيء فيه شيء من القسوة انك تصر على ان الاهلي يلعب الاربع ماتشات. احنا ما بنقولش الاهلي ما يلعبش ماتشاته المؤجلة، بس ماذا يضير الاندية الاخرى في الوضع الحالي اذا الاهلي لعب ثلاثة بدل اربعة؟ يعني ما بقولش انه ما يلعبش، بس ايه المانع ان انت في احد هذه المباريات تديله فرصة ان هو يستعد استعداد كويس للنهائي الافريقي الاقرب اللي هي اخر مباراة، واللي هي اخر مباراة زي ما حصل، اللي احنا شفنا مدى أهمية برضو انه يعني انا كنت بتكلم على استعداد النادي الاهلي لمباراة الترجي الاولى، لما الاهلي بدأ الاستعداد بست ايام اجازة يعني انا يعني حتى ممكن بعض الناس تقول لك يعني ايه بدأ الاستعداد باجازة، لا الراحة دي راحة جزء من التمرين مهمة جدا طبعا. جدا يعني 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 انا ايام ما كنا بنلعب بقى زمان قوي بس على مستويات زمان اول حاجه، لا مستويات صغيره لا يعني مش على مستوى انديه كبرى يعني، انما كان دايما بيبقى فيه اللاعب بيحتاج الى فتره، حتى لو اتسحب يعني انت لو عندك لعيب ما بيأديش بشكل كويس لو انت ريحته مباراه واتنين بيرجع عاوز يثبت نفسه وعايز ياكل النجيله زي ما بيقولوا. ايوه، فاذا الراحه جزء مهم جدا من الاستعداد طبعا. نيجي بقى لنقطة تغيير الجهاز الفني لنادي بيراميدز. بس قبل ما نسيب النقطة دي، حضرتك كده بتتكلم على ان حتى انت كاتحاد كورة من المفترض ان انت تعمل كده او تأجل المباراة الأخيرة اذا جاز ولا التعبير. تنظر الى الانتقادات، لان انت كمان بتنظر الى المنتخب الاولمبي بعد كده. فانت كده بتضغط على لعيبه الاهلي او خمسه سته من ممكن بالزبط. يكونوا مع المنتخب الاولمبي خلال انا هنا معلش يا كابتن اسامه، انا بطرح بس جزئيه ايه، انت محتاج برضو، ما هو النادي الاهلي النهارده ممكن بمنتهى البساطه يقول ان انا مش هديك اللعيبه. ليه سبب لان هم خارج الاجنده، يعني اصلا الفيفا لا يعترف بالدوره الاولمبيه. طبعا. فلما تيجي بقى تطلب من النادي الاهلي، او النادي الاهلي يبقى مطلوب منه ان هو يتعاون مع اتحاد الكوره ومع منتخب، يبقى نريح الموضوع، يبقى يعني لا مانع ابدا، مفيش داعي ان الناس كلها تبقى مركزه على ان النادي الاهلي ده لازم يلعب الاربع ماتشات، حتى لو اللعيبه هتتعب جدا.